نبداو عدد اليوم من جورنال فيغ بخبر عنوانه الرجاء الرياضي يستهل حملة الدفاع عن اللقب العربي بريمونتادا على حساب شباب بلوزداد، وقلب فريق الرجاء الرياضي تأخره أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري للفوز مثير في المباراة اللي جمعت الطرفين أمس الجمعة برسم الجولة الأولى من مجموعة كأس العرب للأندية. ودخل الرجاء المباراة بشكل سيء بحيث لقات شباك النصر الهدف الأول في الدقيقة 10 عن طريق اللاعب الحداد، وانتهى الشوط الأول اللي كان فيه مستوى الرجاء باهت بهزيمة الفريق بهدف للصفر. ومع بداية الجولة الثانية سيطر الفريق الأخضر على أطوار اللقاء، واصطاد البديل نوفل الزرهوني ضربة جزاء انبرى لها يسري بوزوق بنجاح وسجل هدف التعادل، وواصل الرجاء ضغطه وسجل الهدف في الدقيقة 94 عن طريق اللاعب بوشعيب الراسي، وانتهى اللقاء بفوز النصر بهدفين مقابل هدف واحد. وبهذه النتيجة كيتصدر الفريق الأخضر مجموعته بثلاث نقاط مناصفة مع الوحدة الإماراتي اللي فاز على الكويت الكويتي. بنغيت تركت ذكريات جيدة مع الرجاء، والمباراة كانت فرصة لملاقاة زملائي السابقين. وتحدث عبد الرؤوف بنغيت وسط ميدان شباب بلوزداد الجزائري على مواجهة فريق السابق الرجاء اللي تقامت أمس الجمعة. وقال بنغيت في تصريحات وسائل الإعلام عقب نهاية اللقاء: اليوم كانت مقابلة مع فريق السابق، لكنني الآن مع شباب بلوزداد اللي كنت شرف باللعب معه. غادرت الرجاء وتركت ذكريات جيدة معه ومع اللاعبين والإدارة. وضاف: دبرت بشكل جيد هذا اللقاء وما كانش عندي حتى مشكلة مع اي من لاعبي الفريق الاخضر، سادت الروح الرياضيه في المواجهه وكنهنئ فريق الرجاء على الفوز قابل زملائي السابقين اللي افتقدتهم وافتقدوني. بالنسبه لجماهير الرجاء كانت فئه كترفض المغادره ديالي، لكن هذه كره القدم الكل كيتنقل وكيبقى الجمهور ثابت. لبيب: الرجاء فريق كبير وعمرو يهبط يديه والكره فيها اخطاء. وفي تفاصيل الخبر صرح زكريا لبيب لاعب فريق الرجاء الرياضي بان اهم في اللقاء هو ظفر فريقه بثلاث نقاط بالرغم من ظروف المباراه الصعبه بتوقيتها واجواءها. وقال لبيب: متحدث بعد لقاء فريقه بشباب بلوزداد الجزائري، حنا ديما كنرجعوا في النتيجه كيف ما كانت، والرجاء فريق كبير ما كيهبطش يديه واخا نكونوا خاسرين. كما اعتبر زكريا لبيب ان جمهور الرجاء الرياضي عنده دور كبير في اي فوز كيدفر به الفريق، وقال: جمهور الرجاء ديما المؤثر ومعنا فين ما مشينا. ومن جهته اعتبر اسماعيل المقدم ان كرة القدم كتخللها بالضرورة العديد من الاخطاء، وقال: ان شاء الله الماتش الجاي نكونوا احسن باش نقولوا الكلمة ديالنا ونلعبوا مرتاحين ونضمنوا التأهل للربع النهائي. زكريا حدراف يودع مكونات الرجاء بطريقته الخاصة. وفي تفاصيل الخبر ودع زكريا حدراف لاعب فريق الرجاء الرياضي مكونات النادي الأخضر بطريقة خاصة بعد ما فسخ عقده بالتراضي خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الجارية. ونشر اللاعب الرجاوي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام رسالة خاصة لمكونات الفريق، قال فيها بالحرف: شكرا لكم جميعا على الأوقات معكم وعلى الألقاب اللي حققتها وتشجيعاتكم للمدرجات، أنتم أوفياء. التاريخ لا ينسى أحد، راه ديما غادي نبقى نجي نتفرج في الرجاء. كوتش مونطال زكريا حدراف. نجم بيراميدز المصري في طريقه الى الرجاء، وكيفوض فريق الرجاء الرياضي بيراميدز المصري لضم لاعبو محمود صابر اللي شارك رفقه المنتخب المصري الاولمبي في نهائيات كاس افريقيا اللي تنظمت في المغرب، وخسر المنتخب المصري النهائي امام المنتخب الوطني المغربي. وكيشغل محمود صابر مركز متوسط ميدان مهاجم، وكان تحصل على البطاقه الحمراء في نهائي كاس افريقيا مع المنتخب المصري الاولمبي بعد ما تدخل في حق الزلزولي، علما انه كان وراء تسجيل هدف السبق للمنتخب بلادو تسديده قويه من خارج مربع العمليات. وكيرغب فريق الرجاء الرياضي في تقويه خط هجومه بعد رحيل اللاعبين في خطي الوسط الهجومي والهجوم امثال عبد الاله الحفيظي، حمزه خابو، وسفيان بن جديده. وعقد محمد بودريقه رئيس الرجاء اجتماع مع رئيس بيراميدز المصري لحسم صفقه اللاعب محمود صابر، اذ مرجح باش يتوصلوا الطرفين لاتفاق الاسبوع الجاري او المقبل حسم الصفقه. ويشال ان فريق الرجاء الرياضي تعاقد الحدود اللحظه مع كل من عبد الله خفيفي، يوسف بن العمري، هشيم دومينغو، ادم نفاتي، وكينتظر رفع عقوبه المنع لتاهيلهم للمشاركه في مباريات رسميه رفقه الفريق الاخضر. اتحاد طنجة يضع النهيري ضمن مخططه. وكشف مصدر مسؤول اذاعه ام اف ام ان اتحاد طنجة وضع ضمن اهتماماته اللاعب محمد النهيري باش يكون لاعب بالفريق بدايه من فتره الانتقالات الصيفيه الجاريه، وتم اقتراح اسم النهيري كمخطط باش يكون الصفقه المقبله للفريق الشمالي بعد ما بات لاعب حر عقب فسخ عقده رسميا مع فريق الرجاء. يشال ان محمد النهيري انهار ارتباطه بالرجاء بعد ما استغل بند ضمن العقد اللي كان كيربطه بفريقه السابق واللي كينص على خوض 70% من المباريات خلال الموسم الماضي باش يتجدد العقد بشكل تلقائي، وهو الامر اللي ما حصلش.
بعد مغادرته للفريق الحفيظي يطالب الرجاء ب 200 مليون سنتيم. وفي تفاصيل الخبر وجه محامي بكير الحفيظي النجم السابق الفريق الرجاء الرياضي رسالة إنذارية لإدارة الفريق كيطالب من خلالها بالحصول على مستحقاته المالية العالقة واللي حدد قيمتها ب 200 مليون سنتيم، ومنح الحفيظي إدارة الرجاء مدة 15 يوم لتسوية وضعيته المالية أو اللجوء لجنة نزاعات بالوصفة الاحترافية. وغيضطر الرجاء الرياضي لمجالسة اللاعب لإيجاد حل ودي معه لمنعه من اللجوء لجنة النزاعات او يرفض الرد على رسالته، خاصه ان الفريق بحاجه لتوفير مبلغ كيتقدر بحوالي 600 مليون سنتيم لاداء الحكم الصادر لفائده سيف الدين العالمي لرفع عقوبه المنع من التعاقدات الصيفيه. وغادر الحفيظي الرجاء مباشره بعد نهايه عقده في 30 يونيو الماضي، اذ رفض خوض نصف نهائي كاس العرش والنهائي خاصه بعد خلافه مع بعض مسؤولي الفريق بعد عرضه على اللجنه التاديبيه للنادي لغيابه على بعض الحصص التدريبيه. وكان الحفيظي غادر الرجاء بتجربه احترافيه بالحزم السعودي قبل ما يرجع لتعزيز صفوف الفريق الاخضر في ميركاتو الشتوي الماضي، غير انه ما قدمش المستوى المطلوب وتلقى العديد من الانتقادات من الجماهير الرجاويه. كان هذا اخر خبر رجوي في هذا اليوم جورنال فير، في امان الله ونتلقاو في خبر رجوي جديد ان شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آراءكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا. I'm gonna make it.